على الواحد. وجهنا بوز السيارة للشمال. بعدين نرجع أربع خطوات لورا. بتحول لموجب. هاي القاعدة اللي بعدين راح نستنتجها. إنه السالبين بصيروا موجب. مش سالب مع سالب، هي سالب واحد ضرب سالب أربعة بيطلع الجواب موجب أربعة. هي هيك أصلا، هاي معناها الحقيقي. كمان واحدة خمسة ولا سالب واحد ولا واحد؟ هاي بتلخبط. احنا متعودين بالابتدائي بنقول للطلاب اثنين ناقص ثلاث لا يجوز. طبعا بيجوز. كيف بيجوز؟ هات نشوف كيف بيجوز. اول شيء وقف على اثنين، خلي بوز السيارة على الشمال، قدم على قدم ثلاث خطوات للامام، ثلاث خطوات انت مستغربتيها هاي، بس هلو تدربيها للاطفال تخليهم يدربوا عليها مره مرتين ثلاث، هذه لا هاي اللي بترسخ في راسه. ما اخذوها على كل شيء. لا لا بس اعداد صحيح، السالب والموجب يحط الجذر بين مين ومين. طبعا هاي لازم، هاي اما انا بحكي على كاعداد. يلا هاي خمسة. المعنى اعطيني المعنى فسريع. اول شيء بنوقف عند السالب واحد، بعدين بنوجه بوز السيارة على الشمال، بعدين بنرجع لورا ست خطوات، نرجع لورا عكس بوز السيارة يعني. صعبة؟ يلا نحل شوية مسائل بدون هاي. هسا على القاعدة على السريع. خمسة. سوبر. سبعة. لا بدي واحد يجاوب، بدي واحد يجاوب عشان نعمل سكور إله، ما حد يساعده. احكي. سالب سبعة. نيكست بروبلم. احكي احكي. لحالها. واحد. نايس ورك. خمسة. That's right. Fantastic. تحكوش غلط، هو بيصلح لها. Good job. Wonderful. Super. Perfect. Way to go. أوك. Great. Super. Good job. كويس، خليها تسوي لحالها. That's right. Perfect. سبعة. Great. سالب ثلاثة. Fantastic. ثمانية. Wonderful. شغلتها. 17 من 20. 17 من 20. كويس. طيب خلينا نشوف السعيات الملتبلاينج اللي هو الضرب. لا شو هون انا مش راح اركز كثير على المعاني لان هون بصير يمكن اصعب شوي الضرب، لكن نمشي على القاعده بسرعه اللي هي اذا كان سالبين، اذا مختلفين في الاشاره الجواب سالب، اذا متشابهين موجب. لكن لو حبينا نعرف المعنى، شوف طلع 3 في 3 معناته انت عندك 3 على محور السينات، 3 على محور السينات الموجب. شوف عندك هنا 3 وحدات على محور السينات الموجب، 3 وحدات على محور السينات الموجب، حاصل ضربهم اللي هو المربع اللي بينشأ منهم بيطلع 9. شايف next problem. شو يعني سالب 5 في 5؟ شوف 5 طلعي سالب 5 الأولانية، يعني حطي على محور السينات السالب 5 حبات، بعدين حطي على 5 على الصادات لأنه موجب 5. كويس نعمل example. شو بيطلع الجواب؟ المربع اللي بينشأ بس بنحطه سالب. ليش طبعا حطينا سالب؟ لأنه على جهة السالب.
بالضبط المربع كلياته بيطلع 25 حبة فيه، بس وين موجودات؟ في جهة السالب. كويس؟ next problem. وهكذا بتظلك ماشي عليها حتى يطلع معك نفس الشيء. لما يكون سالب في سالب بيطلع موجب. هاي نسوي example. Count the units blocks on quadrant 3. احنا هون متفق على الشكل التالي، انه اذا بيطلع معك المربع او المستطيل اللي بتكون في الربع، في الربع الاول او في الربع الثالث بكون موجب، واذا طلع في الربع الثاني او الرابع سالب. هاي الفكرة اللي ماشي عليها. طيب أسئلة سريعة. طبعا القسمة عكس الضرب، فهي نفس الطريقة راح تمشي على نفس القاعدة. يعني أسئلة سريعة، مين بده يجاوب؟ 10 أسئلة راح نعمل، 10 أسئلة نشوف كم بجيب فيهم. لا لا بدي غيرك. يلا على أصلا 10 أسئلة بسرعة. سالب 7 تسعة. Super. خمسة. Wonderful. سبعة. Fantastic. ثلاثة. Super. خلوه لحاله. Nice work. خلوه لحاله. Way to go. Good job. 9 من 10. Which is good. طبعا هذا البرنامج جماعة ممكن انكم تاخذوه من عندي، تنزلوه عندكم على الديسكتوب. لازم تنسخوا على الديسكتوب. طلعوا كيف الطريقة؟ يعني انا بعطيك هاي الفولدر، هاي شايفين الفولدر هاي المكتوب عليها الجبرة، تاخذها عندك على الفلاش بتحطها على الديسكتوب. ما بتشتغل الا على الديسكتوب. مجرد ما تفتحها من جوا، لما تفتحها من جوا في عندك هون كلمة الجبرة، دبل كليك عليها تلاقي البرنامج اشتغل. تضيف اسمك على اساس انه يصير باسمك. اذا اخترت الريال نمبرز شو بعطيك؟ بعطيك ادك انتجرز اللي هو جمع الاعداد الصحيحة، طرح الاعداد الصحيحة، جمع وطرح الاعداد الصحيحة، مسائل متنوعة، ضرب الاعداد الصحيحة، قسمة الاعداد الصحيحة، قسمة وضرب، وهنا ايش اسمه الابسوليوت فاليو. شو الابسوليوت فاليو؟ اخذناه هذا؟ بس مطلوب علينا. شو يعني مطلق؟ هذا الاجراء العملي، انه مطلق 5 5، مطلق سالب 5 5، مطلق 0 0. طب ايش معناها اصلا؟ ليش مطلق 5 بساوي مطلق سالب 5؟ هو هذا المطلق في لغة الرياضيات بسموه المقياس. تعال نشوف الشرح تاعه. طلع سالب 6، شوف حط السيارة سالب 6 اليمين، وجه على اليمين، امشي 6 لقدام، طلع الجواب 0. يعني هو شو سوى؟ سوى العملية اللي جوا القوس، جوا هذول العصاتين. لكن ايش معنى المطلق اصلا؟ لحظة، معنى مطلق 5 يعني المسافة بين النقطة 5 والنقطة 0. لا مستحيل المطلق جوابه يطلع سالب، مستحيل. يعني انت كيف تحوله لموجب؟ ايش هو؟ ما معنى المطلق؟ انا قاعد بشرح لك شو معنى المطلق. طلع كيف شو معنى المطلق؟ ايش يعني مطلق 5؟ يعني ما المسافه بين النقطه 5 والنقطه 0؟ المسافه مستحيل تكون ناقص، المسافه مستحيل تكون سالبه. ما المسافه بين النقطه 0 والنقطه سالب 5؟ برضو 5. عشان هيك مطلق ال 5 5 ومطلق السالب 5 5. اللي باختصار بسيط اللي انت قلتيها، انه احنا ببساطة المطلق بنشيل السالب. لكن ليش بنشيل السالب؟ لانه هو اصلا معناها المسافة بين النقطة والصفر. معناها يعني احنا هون معنى العملية. طبعا اذا رجعتوا هون اللي بيحب يستكشف اكثر، في عندكم هذول اللي هن combine like terms الصحي بالانجليزي، لكن هاي احنا اخذناها في المقادير الجبرية. طلعوا كيف؟ شو السؤال بحكي؟
اجمع المقادير الجبرية التالية، راح تجمع البي مع البي والسي مع السي بالضبط. طب هاي مسألة حلوة تتدربوا عليها، مش طويلة بسرعة بتنحسب. بدك تشوفي هنا الستبس تاعاتها، جمع بقول لك البيز مع بعض، يعني هنا مش شرط تحلها كلها مرة واحدة، ممكن يخليك تمشي خطوات عشان توصل للنتيجة النهائية. انسر 14 بي. نيكست ستيب، نيكست بارت، جمع السيز مع بعض. شوف هاي دخلت السيات السالب مع المقادير الجبرية في سؤال واحد. سالب 16. شو خلينا نشوف الانسر. سالب 16 سي، مصاب 16 غلط. سالب 16 سي اللي وراها اجمعي 4 دي. خلينا نشوف 4 دي مزبوط. نيكست بروبلم وهكذا. يعني ممكن واحد يصير يتدرب عليها، ترجع على المنيو. شايف استخدامه سهل، يعني البرنامج كثير سهل. طبعا هنا في عندكم الاقترانات ورسمها، هذول اشياء الثانيه هون مش عليكم صراحه، في اشياء مش عليكم يعني سبتراكتنج، رايتنج اكسبريشن، ايفالويتنج اكسبريشن، يعني اللي هي حل معادلات. ايفالويت ذس اكسبريشن وين اس ايكوالز ان ماينس 11، يعني لما يكون قيمه اس ناقص 11 قديش بيكون هذا المقدار 2S زائد 6 قديش بيكون قيمته؟ لو كانت S ناقص 11، يعني عوض مكان S ناقص 11 2 في سالب 11 سالب 22 سالب 22 زائد 6 سالب 16. شوفي هاي احط اكزامبل هون عشان تشوفي كيف مكان الS، حط اقواس، حط مكانها العدد اللي انا زي سين